أمك. صدق يا أبو خليل، هالنازي مقطع قلبي، مهولة بروحها وسبع على هالزواج هذا، ما تنلام. ليش؟ خير إن شاء الله. الخير بوجهك، البنت عنست يا أبو خميس وأنا خايفة عليها، رغم أنها بسم الله لا إله إلا الله مو ناقصها شيء، لا جمال ولا نسب ولا حسب، ولا وطباخة شاطرة، بس ما لها النصيب. وبعد أنها بنت لاعب مشهور في المنتخب. والله ما نكبنا إلا اللاعب المشهور اللي في المنتخب اللي عمره في حياته ما سجل ولا جول ولا التاريخ يتكلم عنه. أحمد ربك أنك زوجتي، لو أنتي واخده من شباب اليوم والله لو تبكي دم، كله سكر ومكر وسهر ونوم ولا وما في مرجله. والله حالات الطلاق عندنا بالسعوديه اكثر من حالات المرضى اللي بالصين. صدقت في هذه؟ نعم صدقت، الله يرحم رجال قبل. اي نعم اللي يصونون العار ويصونون المراه. اي نعم، بس الحين ايش اقول لك عنهم؟ الله يهداهم. بس لكن اسمع، لو ان بنتي تعنس طق المية وانا طق 150 ما عندي مانع، خلها تجلس على قلبي ولا تروح مع واحد يتعبها ويتعبنا معها. يصير خير ان شاء الله، يصير خير ان شاء الله. عفا عفا يا ابو مطلق، ميب عوايدك انه يضيق صدرك وتتكدر وحالتك حاله. والله يا فرج يقول انطمرتها في الشارب ونزلتها في اللحيه. مزوج بنتي واحد نقشر مبهذلها بهذل الله لا يوفقه. شلون؟ ايه يا رجال، ذا ليله نهار ونهار ليل، سهر بالليل ونوم بالنهار، ولا يصرف عليه الا انا، وفوق هذا فاصلين من وظيفته مرتين، وجبنا له وظائف وجبنا له شغلات يقول لك ما هي في مستوى التعليمي. وانا رجال انا التفت له وجيته، حرام بالله اني دابغه، لكن ما ودي ادخل السجن ثاني مره، لي 4 مرات وانا مزيون بحياتي، اكملها بالخامسه. ها ماك تقول ماني مزوج بناتي الا 10 رواتبهم؟ لا هذه متقاعده. يعني لو ما تقاعدت ما زوجتها؟ وقالوا لك عني مجنون ازوجها قبل ما تقاعد؟ حرام بالله ان حلم ابليس بالجنه. ابو مطلق، انا كل يوم اكتشف فيك صفات جديده. ما اجيب جديد، انا رجال راعي صفات جديده متجدده، لكن وش الاكتشاف الخطير اللي اكتشفته الحين؟ اكتشفت انك خسيس وما تستحي على وجهك. اي هون ابو مطلق، الحين اكتشافك هذا اني انا خسيس ومس على وجهي. اي طيب تفضل 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 تفضل. لا لا مو عاد الناس بروح لهم. لا بيك في كلمه راس، تفضل عشان اوريك بس الخشاشه على اصولها. بسم الله. خميس تعال تعال. سمط امك. انا يا خميس ابغاك في موضوع عائلي جدا. طمك طمبك الله يستر. سمط امك. انا سمعت يا خميس ان عندك اخت جامعيه جالسه بالبيت ومزيونه يقولون، واسمها الظاهر مدري نانسي اليسا مريام. احترم نفسك احترم نفسك سعاده الوكيل، لا تجيب بنات حمال على لسانك. هذه اسمها نانسي اختي، وملكة جمال، ثقافة وعلم وادب. هذه اذا قلت طيح الغراب على الصقر من السماء، هذه اختي نانسي. ما شاء الله ما شاء الله، ترى انا ما اقصد شيء الا بسالك، عسى ما هي مخطوبة؟ لا طال عمرك ما هي مخطوبة، توها صغيرة على الزواج. كم عمرها؟ 43 63 43 يمكن، والله ما ادري، بس يعني عمرك كذا. الله حلو، هذا العمر المطلوب ولا بلاش؟ على الاقل يكون عندها نضوج، يكون عندها فكر. ما شاء الله ما شاء الله، انا من طيب عصرك طال عمرك. انا بصراحه ودي اتكلم معك في موضوع زواج، بس ما ادري وشلون اجيكم البيت. طال عمرك ما له داعي، ولا تجي البيت ولا شيء، حلنا نلبسها ونضبطها ونمكيجها ونستشورها ونجيبها المكتب، نسوي العرس والمكتب ونسوي في بيتكم. عاد طال عمرك لا تكلف نفسك. لا 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 يا خميس، افرح عليك، بس المسألة فيها أصول، فيها عادات، فيها تقاليد.
يا ليت تكلم السيد الوالد وتحددون موعد نجي ونزوركم في البيت. على عمرك انا في البيت الكل في الكل الكلمه عندي انا، على اي قرار في البيت من عندي انا طال عمرك. خلاص بكره الساعه 4 الله يحييكم والف الف مبروك. وين امي؟ وين امي يعني اليوم ولله الحمد والمنه يبا كلمني احد رجال الدوله والمسؤولين وقرر ان يكون صهر لنا، اي نسيب لنا، اي رحم لنا، اي زوج لاختي المخيسه نانسي. وانا اعتقد ان هذا القرار اغبى قرار صدر من هذا الوكيل الى حد الان، واتخذ اتخاذ غير منطقي. انا موافقه اني مخيسه، بس انت يا معفن عن جد تتكلم؟ يس. قلت من 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 من؟ معالي فضيلة الشيخ وكيل الوزارة يمه. عادي يخطبوه من عندنا كبار المسؤولين وكبار تجار البلد، لأن أكيد عارفين إنك بنت اللاعب المعروف في الجمعة أبو خميس. في شيء؟ أنتك شيء؟ دمر. تفضلي يما، تفضلي ادلي بدلوك للاعب للكوتش. ترك ذبحني يا كوتش، ذبحتنا. وش ذنبي انا اسمع هالهرج هذا الفاشل؟ كره وكره وقوله، هو جاي يلعب معك كره ولا جاي يخطب بنتك؟ هالدل والدلال. عموما ترى انا استمعت انا وياه اسمع، هو قاعد يكلمني على اساس انه بيخطب اختي نانسي، وانا اقول سبحان الله، بدايه نكبه حياتك العربيه من يوم تعرس على اختي. هو جاي بكرة 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 بيجي إن شاء الله. كم افتح الباب. عفوا افتح الباب كم. هزلت. عفوا يعني تتوقع من أخو نانسي اللي هو مناسب وكيل وزارة إنه يقوم يفتح الباب؟ ممكن أسألك سؤال يبا؟ تفضل. الحين البيت هذا باسم مين؟ باسمي أنا. هلو، من اللي يصرف على البيت؟ أنا. من أبو البيت؟ أنا. من الآمر والناهي في هالبيت؟ أنا. طم الله لا يهينك وافتح الباب. كم أنت؟ كم بلبح حكي فاضي؟ كم افتح الباب؟ إن شاء الله أهم شيء الأخلاق. خميس بن جمعة، أخو زوجة وكيل الوزارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا منزل أبو خميس؟ صحيح، وهذا شخصية انفلتت كبدة. خميس واقف أمامك على عتبة هذا الباب. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. الوالد موجود؟ الوالد موجود داخل، وقبل قليل صكري بكف بغاي قد ضروسي. بس وش تأمرني؟ يا ولدي احنا ان شاء الله ناوي نخطب اختك، فيا ليت تبلغ الوالد بهذا الأمر. ما شاء الله، وعدك ده؟ ايه. طيب هذا يحيي لي اني اسال السؤال، ممكن اساله؟ تفضل. كم شروط الوضوء؟ عفوا؟ شروط الوضوء فيها انت مسوي فيها راشد الماجد بالبشت، كم؟ شروط الوضوء، ترى اعرفها، تحسبني ما اعرفها. شروط الوضوء الا 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 النية ولا 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 وش يا ربي ال والعقل ولا وش والباقي طنبق. شوف حبيبي، الحقيقة هيبتكم بالبشوت والشخصية ذي كانكم طالعين مجلس الوزراء، بس للأسف احنا كعائلة إسلامية استقراطية علمانية ليبرالية لازم ما نزوج أحد إلا يكون متفقه في علوم الدين، ولدك دلبومة ما عنده ما عند جدتي، يعني نعتذر لك، نحن لا نزوج كفار. يلا انقل عند ولدك. الحين هالكبر وشهادة جامعية ولا تعرف شروط الوضوء؟ سود الله وجهك. يلا قدام، يلا. مين يا خميس؟
واحد مواطن يبا مواطن ابو كلب جايب يخطب اختي نانسي تافه غبي. ايش 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 هذا اللي ناقص؟ نزوج مواطنين عاديين. اعوذ بالله، انا ما اتزوج الا وكيل وزاره والله ما اعرس. فعلا فعلا يبا، ترى نانسي المفروض يخطبها وزير، ومو في وزير مفوض، وزير من جلسه مجلس الوزراء يبا، ولا غير كذا نوه. الله اكبر، صرنا نرد الخطابه من عند الباب. هذا وكيل وزاره، افرض لو جاكم امير ويخطب، ايش تبي تسوون؟ طنبوك طنبوك يبا، ما شاء الله في امير بيخطب نانسي التعبان. افرض افرض اقول افرض 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 مثلا يعني اني كلمتكم. عموما بالمناسبه في اغنيه مسويها فلات هوساوي، راح اعزفها لكم بمناسبه زوجة وكيل الوزاره. يلا اخوي لا تتاخر. نانسي. نعم. يلا اسمعي اسمعي. يلا يلا. مبروك يا نانسي. بس بس بس. لا 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 لا. انت دون المستوى. انا من يوم وساير ما يعزف لي الا محمد عبده وفوق. يا رب يا رب تتطلق يا رب يا رب. على فكرة يا خميس، ترى في ذا رجال جاي بيخطب أختك، رجال محترم ورجال ما شاء الله عليه متوازن. وكيل وزارة؟ لا. وزير؟ لا. صاحب سمو أمير؟ أبول أنت أبول، وش أمير؟ لا أمير ولا شيء. تاجر ملياردير عنده فلوس كاش ماني، نعيش نفرفط بالفلوس نروح البحرين ولا على الحديدة يا أخوي. لا لا لا، هذا الحبيبي انقلع ولا عجب سيرة ذا الخطوبة. أقول خميس، آخرتكم بتحرجون على أختك بحراجة بن قاتل. لكن مصدقين إنها نانسي عجرم بس. حبيبي لا نانسي عجرم ولا فات الحمامة ولا نجات صغيرة، أختي ذي خاطبها وكيل وزارة. من جدك تكلم؟ من جدي. وتعال بسألك سؤال الحين. تفضل تفضل. وش هو شروط الوضوء؟ شروط الوضوء؟ يلا انقلع 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 اشوفك كبرك ذا ما ترى شروط الوضوء. يا الله ارحمنا برحمتك. يا ام خميس اهنيك على تربيه بنيتك ذي، ما شاء الله عليها، مو بناقصها شيء. شكرا مرسي. الصراحه انا ادور عروس حق ولدي سلطان، ولو الف المملكه بيت بيت ما راح القى احسن من بنتك نانسي عروس لولدي. شنو شنو؟ عيدي عيدي خليني أسمع. قولي اركدي خلي الكبار يتكلمون، خلينا نشوف شنو عنده شو آخرها. إلا ما قلتي لي يا أم سلطان، ولدك وش يشتغل؟ ولدي جامعي موظف كبير في وزارة الصحة. موظف كبير كم يعني؟ مثلا وكيل؟ لا لا، إحنا ناس على قد حالنا. وش قلتي؟ على قد حالكم حبيبتي. أجل يقول المثل حلاوة الثوب رقعته منه وفيه، وانتو مو من رقعته يعني، لذلك بنتي تستاهل زوج ووكيل وزارة ووزير وزارة. وعلى إيش؟ والله والله بنيتك الشينة ذي فراش ما تستاهل. أنا الغلطانة، مدري وش اللي خلاني أجي أخطب من عندكم. والله البنات ما في أكثر منهم هم على القلب. كأنها غلطت. شيلي كأنها غلطت. اي شيلي العصير. شوف ايش شغلك. انا شينة يا حبل الجربة. عطنا شاهي. تعرف شنو طلبت ولا ما تعرفها؟ ثلاثة. انقلع انقلع. خميس جيب لي قهوة، تعال بسرعة ابيك. تعرف شنو طلبت انت ولا لا؟ تعال وبعدين. خير ان شاء الله خير. سم هذه القهوه، يلا اشرب اشرب اشرب. وترى بعدين شوف لا تخلي في بيني وبينك رسميات، حنا نزاب نمون على بعض النزيف يعني، خلاص خل اكسر الحاجز اكسر الحاجز اللي بيني وبينك. ما يخالف ابشر تامر امر. عطني 500 عشان افتح الجوال، محتاج اشحن الجوال. وعلى فكره اعتبرها من المهر، اخصمها من المهر عادي جدا.
ابشر بعزك. اخلص عين اخلص عين. لا يعيد من نسب يا شيخ. ها ابشر. ها هذه كم؟ هذه 1000 ريال. ها هذه 500 وهذه 500. ما شاء الله ما شاء الله. يلا ترى انا نسيت تسلم عليك. ها تقول يعني انك وحشتها. سلم عليك. الله يسلمك وياها من الشر. اقول خميس تعال بكلمك في موضوع. ما فاضي. الله يهدي ذا الولد. والله ما ادري وش اسوي. عجزتي. أم ناحية يشرفني نيابة عن والدي جمعة بن خميس أن أعزمك على زواج أختي نانسي بنت جمعة بن خميس على معالي وكيل الوزارة اللي تعين بقرار 147. ركز 147 بتاريخ 1432 1/7 أغسطس ميلادي 1925 ميم قاف ميلادي. على فكرة ترى الموضوع خطير. وكيل وزارة بيجي مع حرس وعالم ومدير مكتبه ومعالي مدير مكتبه ومعالي معالي مدير المكتب. لا تنسى ها ترى تعين قرار 147 الساعة 8. يا كثر بربرات كثرة يا أخي. مش دخلني 47 تعينه ولا 48. ما بقى إلا تقول لي اسم أمه وجدته. لكن أبي أسألك سؤال. هو قرار تعينه جاء الساعة 8 في الليل صدر؟ يا يوم البعارين يا أخوي. قرار الوزير الساعة 8. خطبة أختي الساعة 4. أها طيب سؤال خطر على بالي. لو جاء الوزير عندكم هذا مدري وكيل الوزارة اللي بيخطم عندكم ذا وقدمت عليه معروض ها يعني ها زرقت معروض كذا يا ينبع ولا ما ينبع؟ أنا ما يمنع بحكم أن الوكيل راح يكون نسيبنا وزوج أختي. يعني إذا بتقدم معروض شهادة استعطاف تبكي تحط دموعك تحط دائرة عليها تقول دموع بس شوف للحيطة والحذر ترى هذا مسؤول في الدولة يعني بتلفون ينكب كنت في الدكان. انتبه من الكلمات الخادشة للحياة يعني انتبه ترى إن شاء الله كنت بتوري منك انت وجهك ذا. طيب سؤال وجيه خطر على بالي الآن. أختك هذه اللي ما في أحد في الدنيا ما خطبها ولا توفقت سبحان الله منكوبة. إذا قفلت هايبر مناحي ها ونزل الاقتصاد وانهز الاقتصاد العالمي بسبب تقفيلة هذا الهايبر من راح يدعمني؟ من راح يعطيني خسارتي؟ ها افدني طال عمرك افدني من راح يعطيني خسارتي؟ ولا كذا اجي عندكم عشان اشرب لي شاي وقهوه ويجي الشيخ بشت الزلاب ذا ها سخقل يا شيخ. ترى انا عجبني فيك ثقتك في نفسك ان هايبر مناحي هذا هايبر بنده. ترى ما في الا 4 لبتونه وفول ومنتهي صلاحيته. ذبحت له ادفع له وش ادفع لك انت وجهك ذا؟ يلا ولا تحضر اصلا انا بقول كلمه التجار حق العاره نيابه عنك اذا ما جيت نزيلك. ها تعال تعال سمعت كبر 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 كبر. أعرفك بنفسي يا خميس بن جبعة نسيب معالي الوكيل اللي الآن بيتملك على أختي إن شاء الله واللي صدر قراره رقم 147 في 1/7/1432 ميلادي 2210 ميم قاف وتم قراره الساعة 8. وبحكم أنك من الجالية اليمنية اللي تهايت في ذا الحارة 50 سنة لا حد بلغ فيك ولا حد قبض عليك ولا شيء. نتمنى أن تحضر زواج أختي نانسي. خلصت؟ إيه. هيا اسمع يا عقوق يا عق والديك يا عاصي جدتك. في قرارات تصدر الساعة 8. يا ليل الليل يا ليل الليل. أخبي يا في الحارة أخبي يا حبيبي. الزواج الساعة 4 الملكة والقرار الساعة 8. ها قلت لي. إيه. أجل كم من الإبل مهرها؟ 13 خروف حاشي غير السيارات والذهب والألماس وبيعطيني آيفون جديد وبيعطي أبوي آيفون جديد وبيكرم الوالد. شغلات كثيرة حاصلة كثيرة. بس بحكم يعني إحنا ترى بعد كده إذا شفتك في الحارة لا تسلم عليه لأن إحنا طبقة مخملية وأنتوا طبقة كلبية من أبو كلب مواطنين. يعني خلاص ما عاد يعني ينفع. يا ليت ها يا ليت يعني تسوي لي أغنية يمنية عشان إذا شاف الوكيل ينبسط يقول فعلاً الجالية ذي والحار ذي كلهم مثقفين وواعين. تشتي أغنية ولا قصيدة؟ في فرق؟ لا 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 أغنية 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 أغنية, أغنية. حزين ولا كلاسيك ولا راقص؟ يا أخي حزين يا أخي ملكة أختي نازل حرام عليك. أبكي أبكي عند البقالة ذي. نبغى أغنية فيها فرح فيها فرح. أنا شختار لك أغنية راب. سمعنا خمن شو خلي شوف هب هوب ها.
هب عليه يلا يلا خلص خلص. فيوز القلب محروقة في قسمي ضربني مس حتى الأكل مذوقة من أفعال الهوى يا ناس. رائعة رائعة جدا، بس هذه لو كان اللي خاطب أختي كهربائي أو ميكانيكي كان خلينا يغني لها، لكن هذا وزير وزير يعني باقي له كم شهر ويرقونه وزير، وكيل وزارة وزير. أجي له فيوز القلب محروقة ما تنفع ما تنفع. ليش سوينا كلمة عن الجالية اليمنية واطلع فيها انك مثقف وانك من حثالة الادباء والمفكرين العرب. يا رب ان شاء الله ينحذل خشمك هذا يا رب يا رب باذن الله. وعلى العموم على العموم اسال الله ان يجمع بينهم في خير امين ويرزقهم الذرية صالحة يا رب يا رب يا رب. مطول انت وياه تسوي البنية ها؟ ترى بجيكم تقطع رزق، تعالوا خلينا نشربكم حمضيات ها ونسولف في امور الدنيا. لا يا حمضية لا يا حبيبي. أهديت لك يا زين أحي هدية وشعات تبغين. الله يرحمك يا سلام العبد الله. أسمع أساوي، أنا عزمك على ملكة أختي نانسي ها؟ نانسي حبيبتي على وكيل الوزارة إن شاء الله، ولازم تحضر لأن الوكيل هذا تعين مقرر 147 في عام 1431/7، لازم حضورك كشاعر. وش رايك نظم قصيدة لوكيل الوزارة؟ الله عليك الله عليك، ويا ريت القصيدة يكون فيها تلميح يا رب انه يترقى وزير. تلميح ابشر، بس بعطيك شعر شعر من اللي عندي الخاص عليم. بس عطني 500 ريال يا حبيبي واضبطك. عارف عارف انت زي التلفون العملة ما يشتغل بها فلوس. يلا وين 500؟ انا جايب قسم بالله جايب لك 500 لاني عارف انك انت ما راح تقول قصيدة الا ب 500. تفضل اتاخر. اصلية هذه ولا صدقيني يا نانسي يا يوبا؟ ماني مصدقة اللي قاعد يصير، وانا بعد حاسه اني في منام اخاف اصحى من النوم وانفجر. لا خليني نايمة. لا حس حس يا وكيل وزارة بيخطبك. يوبا انت مو في علم انت حقيقة. يوبا مش رايك نقدم القهوة في هذا الفناجين؟ لا 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 الا الفناجين هذه اخوك سارقها من الوزاره. سارقها؟ يمه اخاف يعرف الوكيل ان اخوي سارق الفناجين من الوزاره ويبطل يتزوجني. كبري عقلك، الوكلاء يحبون اللي يسرقون. لا سين سين عيل خلي يسرق على كيفه. مجنونه انت يا ابو. وانا ما احب اسرق. يلا يبا صبي يلا 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 خفي شوي خفي. ان شاء الله يبا ان شاء الله يبا. ها فلاته جاهز؟ جاهز. القصيده حلوه؟ اكيد. انت يا جعري كيف الوضع؟ على طول يا حبي لك. يبا شوف 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 السياره الفخمه وشوف البشوت وجايب ابوه معه على اساس يخطب لولده وكيل وزاره اختي نانسي. والله صرنا من اصحاب الوكلاء. ايش فلاك جديتي؟ هذا جده ما يشبهه امه. يا مرحبا يا مرحبا، خلي يجي على السجاد الاحمر على السجاد الاحمر عزيز نانسي جوا. الاوسكار الاوسكار خذ عيسى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا الله يحييك. حياك حياك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. والان الكلمه مع حكيم الحاره على اخ جعير. جرجير تفضل تفضل. جراوك من اخرتك حللتم اهلا ووطأتم سهلا. أهلا بكم يا وكيل الوزارة في مضارب أبو خميس. باسمي وباسم أهل الحارة والشعب السعودي والشعب العالمي قاطبة نرحب بكم جميعا. وبهذه المناسبة سأقدم لكم نصيحة إن أخذتم بها. خلاص يا أخ جعير انتهى وقتك انتهى وقتك. الله ياخذك انت واختك. لا طال عمرك مع شعر الامه العربيه والاسلاميه. الشاعر العربي الفلتت زمانه فلتها وساوي. فليتفضل بالقاء القصيده كامله امام معالي. يا وكيلي يا وكيلي الله يعطيك العمر الطويل وتجلس على كرسي الوزاره على مرتبه وزير ويلبى قلوبكم كلكم يا حبايبي. أليبه أليبه. شو مالك يا خميس؟ مو وقت الحين البكي مو وقتها. طنبك طنبك حبيبي، ترى قصيدة لك عليها مو حلوة، بس إذا غناها رشد الماجد وعبد المجيد عبد الله ما هي مشكلة مشيها لك. والآن الكلمة والأقول نطلع فاصل إعلاني ونرجع. أمزح أمزح يبا. هي بريك إعلاني أي خرابيط اللي قاعد تقولها أنت؟ يا أخوي ترى خصنا، خلنا ندخل جوا بدل هالمهرجان.
جعير وفلاتة هوساوي. ندخل جوا انت فاهم. لحظة لحظة حبيبي، وكيل وزارة هناك في الوزارة تامرتنا هنا، انت ضيف عندنا وبنسير بسبب تاخذ اختي، ترى محترمك عشان جدك لحد الان. ايه الان الكلمة لطويل العمر الوالد واللاعب الدولي والثروة الوطنية جمعة بن خميس الذي اثرى هالبلد بامتاعاته واهدافه، هذا ابو العروس ووالدي وزوج امي في نفس الوقت، فليتفضل مشكورا. مشكور. انا لما كنت لاعب في المنتخب السعودي وكان معاي ماجد عبد الله وسامي الجابر وصالح النعيمة، وبعدين حضرنا زواج محمد الشلهوب. هو تملك بس ما معرس لحد الان. فيك شيء؟ انت فيك شيء؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لا لا يما زودوها عاد خلاص، ما يصير كذا يما خلاص. كل هذه الخطابات ما لها داعي. لا لها داعي ولا بد منها حق علية القوم. اي نعم لا بد منها للضيوف. يما يما اخاف يمل العريس ويطفش. بيمل ويطفش لما تحنين زيادة. ركزي يا بني. والآن مع كلمة التجار يلقيها لكم رجل الأعمال التاجر أبو مطلق ما جاء. يا أخوي فكنا يا أخوي وخلص علينا يا أخوي. دخلنا يا أخوي. أبو قول الكلمة حق التجار. لا تقول شيء يا أخوي خسنا. دخلنا خلاص خلاص بقى. تفضل 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 بقى أقولها في المكتب لك. تفضل تفضل. أهلا بجعير الأمة. أهلا وسهلا. أبوي أبوي. تفضل 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 يا الحبيب. تفضل تفضل. منا 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 من. لا 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 بالسجاد الاحمر بالسجاد الاحمر. وادخل وادخل. ايه وادخل. شرفتونا حياكم الله. الله يسلمك ويشرف مقداركم جميع. عاد يا جماعة الخير انا جاي من الوالد علشان تتعرفون عليه. صحيح ان الوالد ما شاء الله يعني عدى سن 90 سنة، بس مثل ما تشوفون شباب ما شاء الله عليه شباب. وانا امطر عمرك. الله يطول في عمره ان شاء الله. امين امين ان شاء الله. وجايين طال عمركم يعني، وصراحه يعني ما ادري وش اقول الا ان نطلب يد كريمتكم المصونه. نانسي. ايه نانسي. نعم للوالد الله يحفظه. شلون؟ مو حقك انت؟ لا يا ابن الحلال، وشلون اطلبها لي انا؟ هن طالبينها للوالد، الوالد هو العريس. والدك عريس؟ طنبق طنبق حبيبي، ترى حنا رادين الف عريس بسبتك. نفكر انت بتاخذ اختنا مو ابوك، لكن تجيب ذا المنتي نزوج اختنا؟ لا والف لا. يبا يبا شكله توفي من الصدمه الله يرحمه، كان بيرس. لو سمحت لو سمحت حبيبي لو سمحت. اهلا وسهلا. تعرف شروط الوضوء؟ اعرف اثنين. اثنين حلو، وغيرك ما اعرف الا واحد. وش رايك تتزوج اختي نانسي على سنة الله ورسوله؟ 1 2 3 4 5 6 4 7